بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم الإنسان ما لم يعلم. تم صنع هذا المسدس من قبل أحد أفراد كتيبة أحرار الغاب. هذه أسلحة الكتيبة. بسم الله أبدأ. اشرح لنا شلون صنعت ال... بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قمنا بصنع هذا المسدس على الشكل التالي: قبضة حديدية، حامل، سبطانة، مطرقة ولسين ليمسك المطرقة. بعد تلقيم المسدس ووضع الطلقة داخل السبطانة، نقوم بإغلاق السبطانة، نضغط على الزناد فيقوم اللسين بالابتعاد عن المطرقة فتذهب المطرقة إلى الإبرة، ومن ثم يطلق المسدس. هذه هي الأسلحة التي بعثها لنا الغرب يا بشار الأسد. هذه الأسلحة التي بعثها دول الخليج. ألا تراها؟ إن شاء الله بنحاربك بأسلحتنا الخفيفة صنع يدوي حتى النصر. منطقة الغاب. فيك تجربه؟ إيه ليش لا؟ الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هاي أسلحتنا يا رياض الأسعد. الحمد لله ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.